الأحكام المتعلقة بآليات تتعلق بشفافية تعيين الأعضاء في المجلس. ثالثا، من المبادئ أيضا الأساسية هو أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مشروع القانون ينتخب من قبل أعضاء المجلس عوض التعيين كما هو الآن. رابعا، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفرغ لمهامه، أي هذه المهمة تتنافى مع أي وظيفة أخرى سواء رسمية أو مهنية أو تجارية. فيما يخص الصلاحيات، تم توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء في المجال المتعلق بحماية حقوق الإنسان، سواء في المجال المتعلق بترقية حقوق الإنسان. هناك مجالين: صلاحيات متعلقة بالحماية، حماية ترقية حقوق الإنسان، وصلاحية متعلقة بترقية حقوق الإنسان. فالقانون فصل هذه الصلاحيات، من بينها أنه يسمح له وفقا للقانون بالتحقيق، إجراء تحقيق في كل حالة تنتهك أو يعاينها وفيها انتهاك لحقوق الإنسان. تقريره السنوي بلغ إلى فخامة رئيس الجمهورية، وبلغ إلى الوزير الأول، ويبلغ إلى البرلمان بغرفتين.